زمر الصادات، عندنا هون عم نتعرف على 3 زمر للصادات من الأعلى نحو الأسفل، عندنا مثبطات اصطناع الحمض النووي ومثبطات اصطناع البروتينات ومثبطات اصطناع الجدار الجرثومي. بالنسبة لمثبطات اصطناع الحمض النووي، في عندنا مثبطات حمض الفوليك والجيراز انهبيتر ومثبطات الإيميدازولز وأيضا مثبطات الرنا بولميريز. بالنسبة لمثبطات حمض الفوليك فترايميثوبريم والسلفاميد. بالنسبة لمثبطات الجيراز هي الكينولونات فلوروكينولونات والإيميدازول مصنف للفطور غالبا، والأرنين البوليميريز مثبطاته هو ريفامايسين. الزمرة جديدة من مثبطات اصطناع الحمض النووي هي دابتومايسين. دابتومايسين فعنا أيضا مثبطات اصطناع البروتينات، عنا تحت الوحدتين الرباسات يعني الريبوزومات S30 وS50، تحت الوحدة S30 وS50. الثلاثين هي أمينو جلايكوزيد جنتامايسين والسايكلينات، وفي عنا كمان صادات جديدة مثل تيجا سايكلين. أما الS50 ففي عنا المكرولويدات مثل أزيترومايسين والإريثرومايسين والكلاريثرومايسين والكلورامفينيكول، وعندنا شغلات جديدة كمان هي لينوزولايد تيفيزولايد ستريبتو جرامينيز وأيضا دالفو بريستين وكويني بريستين، إضافة لك أيضا أوكزالو دينوز. الثالثة والأخيرة هي عبارة عن مثبطات اصطناع الجدار الجرثومي، وهي البيتا لاكتاميز وعندنا جلايكوبيبتايدز وفوسفومايسين. البيتا لاكتاميز عندنا البنسلين وسيفلوسبورين وكاربابينم ومينوباكتام، والفينكومايسين تابع للجلايكوبيبتايد. أما الفوسفومايسين فهو لوحده حاليا موجود. ننتقل إلى بعض التفاصيل عن اللمحة التاريخية عن الصادات الحيوية. الصادات الحيوية تعتبر حقيقة الأمر أدوية حديثة وعهد نسبيا، حيث أن استعمال الصادات حيث أن استعمال الصادات حيث أن استعمال الصادات يعود لأقل من 100 سنة. أول اكتشاف هو البنسلين. الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانت بمثابة ثورة في عالم الصادات. المهم نحن راح ننتقل لمجموعات المضادات الحيوية. أبوائل أزبط له مبادئ الاستخدام. مبادئ الاستخدام مجموعة بعبارة اسمها مايند مي. المايند مايكروبيولوجي، والآي الانديكيشن الاستطباب، الان هو نارو سبيكتروم الاختبار ضيق الطيف او اضيق طيف للعلاج، والدو الدي هي الدوسج، والمينيمايز ديوريشن اقل مده تاثير، وايضا انشور مينو ثيرابي. فنحن الشيء اللي بيعام انه اقل ما يمكن نوصفه للمريض، اقل ما يمكن يعني احنا بنوصف اقل ادويه ممكن. صاد واحد كافي، ممكن صاد واحد مثلا، اعطيكم مثال، ممكن مثلا في انتان بالنيموكوك مكورات الرئويه، البنسلين جي كافي او البنسلين كافي بشكل عام، الاموكسيسيلين كافي، ما في داعي نوصف اكثر من هيك. مثلا طفل في عنده ذات رئه والتهاب الوسطى، ما بنعطي صادين، صاد واحد مثلا الاموكسيسيلين كافي. مثلا طفل ثاني عنده انتان بولي وعنده التهاب الوسطى مثلا، او مريض عنده انتان بولي وانتان الوسطى، فما بنعطيه نحن صادين ثلاثة بالعادة. أول شيء بنبدأ بصاد حيوي واحد، ممكن نعطيه أموكسيسيلين، ممكن نعطيه سيفكسيم، ممكن نعطيه أوغمانتين، ممكن نعطيه سيفاكلور، اثنين بواحد. مثلا عنده انتان معوي بجرثومي وعنده التهاب أذن وسطى
وعنده ايضا علامات انتان جلد او انتان بولي، فبنعطيه سيفيكسيم بيكفي هدول الثلاثه مع بعض، ثلاثه بواحد يعني. نبدا بمثبطات اصطناع الجدار الجرثومي، هي البيتا لاكتاميز، فيها زمر فرعيه، الكاربابينم والسيفالوسبورين والبنسلين والمونوباكتام. هي عددها قليل ولكن اهميتها كبيره كونها تمتلك طيف التاثير الاوسع بين الزمر. عندنا ايضا الفينكومايسين والبكترياسين والبوليمكسين. البيتا لاكتاميز اليه التاثير بتهمنا تثبيط اصطناع الجدار الجرثومي، وهي مبيده للجراثيم عدا المعويات، وهي معتمده على الزمن عدا الكاربابينيم، معتمده على التركيز. يمكن مشاركه تآزريه سينرجيزم افكت او تسانديه مع الامينو زيدز، واضافيه او غير مختلفه مع فلوروكينولونات. ما هي اليات المقاومه الجرثوميه؟ تبديل البروتينات الهدفيه للبنسلين وخاصه مكونات ايجابيه جرام والرئويات النيموكوك واستافيلوكوك العنقوديات، انقاص النفوذيه للغشاء الخارجي للعصيات سلبيه الجرام، انتاج انزيمات بيتا لاكتاميز تقوم بتخريب البيتا لاكتام بخاصة عصيات سلبيه الجرام. ان احد الاليات الرئيسه لظهور المقاومه الجرثوميه هي انزيمات تنتج من بعض الجراثيم تعمل على تخريب بيتا لاكتاميز، ومنها الكاربابينيميزيز والسيفالوسبورينيزز والبنسلينيزز. الحرائق الفارماكولوجيه، من الصعب الحديث عن زمره كبيره مثل بيتا لاكتام بخصائص عامه. الامتصاص الهضمي ضعيف بشكل عام، الانتشار جيد باستثناء سي اس اف والعين والبروستيت عدا السيفالوسبورينات الجيل الثالث لانها تعبر بشكل جيد السيفالوسبورينات. بشكل عام التهاب صحي عن طفل عمره سنتين ثلاثه مثلا. التغطيه هي عباره عن سيفترياكسون وفينكومايسين اثنين مع بعض. بشكل عام قليلة الانتشار داخل الخلايا وذات اطراح كلوي مسيطر، لذلك مثلا السيفيكسيم اللي هو سيفيكسيم اطراحه جيد في كلويا وبوليا، فهو صاد حيوي ممتاز للانتانات البوليه والتهاب الكليه والحويضه، وكذلك سيفوتاكسيم والسيفترياكسون، وايضا سيفالوسبورينات الجيل الثاني مثل الزيدناد، اسم التجاري هو سيفروكسيم اكسيتيل او سيفروكسيم الصوديوم. سيفروكسيم الصوديوم اذا كان على شكل فيال، اما سيفروكسيم اكسيتيل على شكل شراب، فايضا فعال لانتانات الجهاز التنفسي الجرثومي العلوي والتهاب الاذن الوسطى والتهاب الجيوب والتهاب القصبات والتهاب الرغامه والحنجره، وفعال ايضا في علاج انتانات الجهاز البولي، وفعال ايضا في علاج انتانات الجلديه، وتحمله جيد من المرضى بشكل عام. في منه شرابات وفي منه حبوب وفي منه حقن ابر يعني. التحمل والتظاهرات المناعية، هناك تظاهرات مناعية الإرجائية شائعة تكون في البنسلين جي أكثر من السيفلوسبورينات بشكل عام. هون في نقطة بنحب نقولها، أنه أنت إذا تعطي بنسلين جي أو بنزاسين بنسلين، بنسلين مديد لمريض، تعمل أول مرة اختبار تحسس فقط، تعمله بالمشفى أو بقسم إسعاف في مكان فيه أدرينالين، لأن الدراج أوف تشويس الدواء النوعي للتحسس الهايبر سنسيتيفيتي أو هايبر أليرجي أو هايبر سنسيشن او الرجي او صدمه تاقيه للبنسلين جي هو ايش؟ هو هو الادرينالين العضلي، الادرينالين العضلي بفخذ المريض، فخذ الطفل او بالعضل، وليس الهيدروكورتيزون وليس اللارفين. بس البنسلين جي بده اختبار تحسس اول مره، بعدين ما بده. اما مثلا باقي الادويه الصادات بشكل عام سيفالوسبورينات وغيرها فما بده اختبار تحسس، ولكن بعض الادويه مثل السيفالوسبورينات مثلا ممكن بعد ما تعطي 10 15 ابره او 10 15 جرعه من سيفالكسين مثلا او سيفروكسيم او سيفكسيم ممكن يتحسس المريض. حتى البروفين مثلا في حالات، في مثلا مريضه صار لها 20 سنه بتاخذ بروفين، بجوز اخذت مثلا شيء 500 مره، بالمره 501 تحسست، صار عندها صدمه تاقيه، نزل ضغطها للصفر. فبالتالي لا يمكن واحد يحذر على هذا الموضوع، فتجب المراقبه اللصيقه والحذر واستخدام اقل كمية أو عدد ممكن من الدواء بشكل عام خاصة الصادات. ما هي التأثيرات غير مرغوبة؟ مثل أي دواء، فرط التحسس بشكل عام، التآق،
في شيء اسمه انافلاكتويد تشك وفي انافلاكتيك تشك، شو الفرق بيناتهم؟ حدا بيعرف من الزملاء؟ أنا موجود محلك. خلاص. دكتور أحمد محلي. خذ راحتك. أوكي. اثنين، التأثيرات العصبية. بعد استخدام مقادير كبيرة بوجود كسور كلية. الصوت ما واضح دكتورة. أنت عم تسألنا سؤال بس ما فهمنا صيغة السؤال. ما هو الفرق بين الصدمة التأقية والصدمة التأقيانية باللغة العربية؟ أو بالإنجليش الفرق بين الأنافلاكتويد تشك وأنافلاكتيك تشك؟ يمكن دراسته هو الإجابة في المحاضرة القادمة إن شاء الله، بانتظار الجواب منكم. حركات رقصية تشوش وبعض النوبات، وهذا نادر جدا بشكل عام خلال الممارسة السريرية، يعني البنسلينات والسيفلوسبورينات ما لها تأثيرات جانبية إلا ما ندر ذلك، إلا أنه مثلا سمعنا وشفنا بعض الحالات، مثلا بيجي مريض على الصيدلية مقرب مرشح يعني عنده إنتان تنفسي علوي، بقول له أعطينا الإبرة الثلاثية أو إبرة تقريب أو رشح، فبيروح بيعطيه سيفلوسبورين عضلي بالصيدلية، فبصير عنده صدمة تأقية ربي، وبينزل ضغطه وممكن يتوفى المريض. شفنا عدة حالات وفيات لبعض الأطفال. انتانات معدية معوية، عفوا تختلطات معدية معوية مثل غثيان الأوكياء، التهاب كورونري شائي كاذب نادرة. انخفاض البيض والمعتدلات والصفيحات كمان نادر إذا استخدمها أكثر من أسبوعين. التهاب الكلى الخلالي بشكل عام الزملاء الأعزاء هذا بيكون مع البروفين نن يعني ستيرويد أنتي إنفلاماتوري دراجز، ما بيكون مع الصادات، لأن بعض الصادات هي مثل مثلا النفاسلين أو الميثاسلين هذول ما بقى يستخدمون بشكل عام. هلا بعض الشغلات بنستخدم انت سيفلوسبورينات، بحكي لك بشكل عملي، انه بيجي مريض عنده مثلا عنده مرشح مقرب، بروح الصيدلي بتشكه 4-5 ابر سيفلوسبورين روز فليكس روسيف يعني او روز، فشو بصير معه؟ بسهل الولد كثير، وبعدين ممكن يصير في عنده ايش مظاهر نسفيه بسبب تناقص انتاج الفيتامين كي المنتج من الفلورا المعويه، هذا اسمه اتروجينيك. اتروجينيك يعني محدث بخطا وخلل طبي احدثه الهيلث ستاف الكادر الطبي، يعني مثلا الصيدلي، علما ان الصيدلي لا علاقه له مثلا بالطب السريري الا المختصين سريريا ببعض الطب السريري. يعني نعم، التهاب الوريد الخثري، عدم تحمل الكحول هو عباره عن ظاهره اللي هو ظاهره اسمها دي سولفريم مع بعض مركبات خاصه سيفو تيتان. نقص بوتاسيوم الدم نادر، زيادة الحمول من الصوديوم يعني ارتفاع صوديوم الدم كمان نادر. البنسلينات عندنا بنسلين جي وفي وآ وإم. الجي هو طريق الخلالي حقن عضلي، عفوا يعني الجي بشكل عام وريدي يعني. الفي ممكن نعطيه بنسلين في فموي، كتير فعال وشغلة كبيرة خاصة بتسوس الأسنان دنتال كارز. بنسلين آ أو الأي الامينو بنسلين مثل الاموكسيسيلين والامبيسيلين، ممكن فموي وممكن حقن. ممكن نشارك الاموكسيسيلين مع كلافونيك اسيد او تازوباكتام، يعني تازوباكتام هو بيجي معه بيبراسيلين مع تازوباكتام، بيجي دواء اسمه تازوسين وهو فعال جدا وقوي في الانترنت بشكل عام، لكنه لا يعبر حاجز الدم الدماغي البي بي بي بلاد برين بارير. البنسلين ام مثل اوكساسيلين كلوكساسيلين، هذا وين مستخدمه؟ ضد اي جراثيم؟ مين بيعطينا فكره على السريع؟ يعني خليني اقول لكم شغله، البنسلين جي والفي والا كثير فعاله على العقديات، الجروب بي ستريبتوكوك، جروب اي ستريبتوكوك، نيموكوك. اما البنسلين ام فهو فعال ضد من؟ الذهبي. أحسنتم، المذهبة ستافيلوكوكس أوريوس، العنقوديات المذهبة. نعم أحسنتم، العنقوديات المقاومة للمضادات الحيوية. أحسنتم، المذهبة نعم مقاومة.
ايضا تيكارسلين صاد قوي جدا وعملاق، وكاربوكسي بنسلين ايضا صاد قوي وعملاق، ونادرا ما نستخدمه الا في وحدات العنايه المشدده. البيبراسلين ذكرته انفا. هذا الجدول بامكانكم تطلعوا عليه وتشوفوا الطيف الجرثومي للجراثيم. اذا قلنا النفاسلين والاكسسلين والديكلوكسلين ايضا مضاد للعنقوديات، وسعه الطيف مثل بيبراسلين، تيكارسلين، ميزالوسلين، ازلوسلين، كاربنسلين، وايضا الاموكسيسلين وسعه الطيف. آلية التاثير مثل ما حكينا تثبيط اصطناع الجدار الجرثومي وارتباط مع بروتينات الرابطه للبنسلين الموجوده في الغشاء الخلوي وتعطيل وظيفتها. اليات المقاومه هي تلف في البروتينات الرابطه للبنسلين في شيء اسمه المارسا، وهي العقوديات المقاومه للميثسلين التي ذكرتها الدكتوره انفا. وهناك انتاج لانزيمات البيتا لاكتيميز التي ذكرناها في بدايه المحاضره، وايضا هناك تناقص دخول او تزايد خروج البنسلين، اي زياده النفوذيه او نقصانها او زياده اسمها سودومونيس. سودومونيس هي جراثيم البسودومونيس البيلات والفرد سودومونيس الزوائف الزنجاريه الزرقاء، وهي جراثيم انتهازيه تصيب مرضى نقص العنايه بشكل عام، نقص المناعه immune deficiency، سواء كان acquired مكتسب او congenital خلقي، وخاصه في وحدات العنايه المشدده. الفقره التي بعدها وهي بنسلات مضاده للانتان بالمكورات العنقوديه، تتضمن البنسلين ام وتقاوم التخرب، تستعمل في معالجه الانتانات المذهبه بالعنقوديات المذهبه ستافيلوكوكس اوريوس، لا تضيف اي فائده في معالجه العقديات. الميثسلين لا نستخدمه. دايكلوكساسلين تراكيز عاليه عند استعماله عبر الفم بلعا. نفاسلين يستخدم في العنايه المشدده. فلوكسوكساسلين مقاوم لحموضه المعده يعطى عن طريق الفم، ومنه ايضا اوكسوكساسلين ايضا يستخدم عن طريق الحقن وضد العنقوديات المذهبه بشكل عام. الازلوسلين يتاثر بحموضه المعده ويعطى بالطريق الخلالي حقن عضلي او وريدي، هو حساس البيتا لاكتيميز تاثير واسع، يتناول السودومونيس وهي الزوائف الزنجاريه والانتان بالبروتيوس والمتقلبات. الجدير بالذكر ان الانتان بالبروتيوس والمتقلبات قد يسبب انتانا بوليا يترافق مع حصيات كلويه، فلما بتشوف انتان بولي بسلبيات الجرام بروتيوس سلبيات جرام مع حصيات كلويه قد يدل ذلك على البروتيوس. الاستعمالات بشكل عام، يعني اغلب الامراض الشائعه بتستجيب للبنسلين جي، بنسلين في، اموكسيسلين، امبسلين، ما في داعي تكتر، خلي التكتير للاختصاصيين. مثل ما انا شايفين اكيوت اتيتس ميديا، الحمى التيفيه، التهاب القصبات الحاد، التهاب الجيوب الحاد، انتانات الطرق التنفسيه العلويه، الحمى القرمزيه، داء لايم، انتان بالايكولاي والبروتيوس، الانتان بالمارسا، والانتان بالزوائف الزنجاريه والجمره الخبيثه والفرنجي سيفلس والتموت او الموات الغازي، التهاب الجلد والانسجه الرخوه، وانتانات العظم والمفاصل. بعد هذا الجدول، هل الصوت واضح؟ في حكيم واضح، بس الجدول مطلع عليه. بعد هذا الجدول ننتقل إلى نقطة تقول أن البنسلين جي أو في هو العلاج drug of choice، العلاج المختار للخناق اللوزي الحاد بالعقديات 10 أيام. البنسلين M للعنقوديات، البنسلين A للـ A إيكولاي والهيموفيلس إنفلونزا وريسبيراتوري إنفكشن، وأيضا الإنتانات التنفسية السفلية lower respiratory infection، والتهابات الأكيوت تيتس ميديا والإي إن تي الأذن والأنف والحنجرة، وأيضا الإنتانات البولية عدا إنتانات البروستيت. الأوجمانتين يستخدم في علاج المقاومين الجراثيم المقاومين للأماكسيسلين. الإنتانات متعددة العوامل الجرثومية اللاهوائية، الأمبسلين يتناقص امتصاصه عن طريق الفم بوجود الطعام، لذلك يفضل أن يؤخذ بفاصل عن الوجبات، يعني ممكن قبل الأكل بساعتين ثلاثة مثلا أو ساعة، بعد الأكل بساعتين هيك. ننتقل إلى فقرة جديدة تقول مثبطات أنزيمات بيتا لاكتيميز هي سولباكتام
وكلافرينيك أسيد تازوباكتام. أريد التأثير هي بالتلاكتامات ذات فعالية مضادة حيوية ضعيفة وتشترك أو تشرك غالبا مع البنسلينات. عندما تشرك مع بعض البيتا لاكتاميت تتساند في التأثير فتزيد فعاليتها عن طريق تثبيط أنزيمات البيتا لاكتاميز. طيف التأثير تؤثر على العنقوديات ستافيلوكوكس أوريوس مثل الأوكسا واللاهوائيات والمكورات البنية أو البنية والمستدميات النزلية المعوية. حقيقة ليس لها تأثير هام على الرئويات ذات التحسس المتناقص للبنسلين والعنقوديات R المقاومة للأوكسسيلين، لأن الآلية في المقاومة ليست أنزيمات البيتا لاكتاميز وإنما نتيجة تبدل في الهدف البروتين الرابط. التأثيرات غير المرغوبة كما سابقتها بصير فطور بالتم نتيجة استخدام واسع للصادات. طبعا الأموكسسيلين إذا أخذ عن طريق الفم أفضل من الأمبسيلين. الأمبسيلين عن طريق الفم شغلته فاضية بين قوسين حاليا لأن امتصاصه ضعيف. ننتقل إلى الكاربابينم. الكاربابينم آلية التأثير تثبيط اصطناع الجدار الجرثومي وهي مبيدة للجراثيم. الطيف الأوسع بين المضادات الحيوية المعروفة كاربابينم تؤثر على الجراثيم سلبية الجرام وإيجابية الجرام الهوائية منها واللاهوائية. حكيم راح صوته. نعم شكرا لكم. ليس له تأثير على العنقوديات السلبية مثل كوأجوليز والمارسا والمثليات الصعبة والنوكارديا النجمية والمالتوفيلا. طريقة الإعطاء الوريدي فقط هي الإميبينم والميروبينم وأيضا الدوريبينم والإيتابينم. الاستعمالات السريرية طبعا انتانات خطيرة فقط في المشافي. هلا هون بس احكي كلمة على السريع بين الاميبينم والميروبينم. الميروبينم بشكل اساسي انتان واسع الطيف جدا 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 وخاصة ضد الانتانات الصدرية التنفسية العلوية السفلية بشكل اساسي ذوات الرئة المعاندة للعلاج انتانات البطنية انتانات الهضمية انتانات العظمية كثير فعال وايضا ضد التهاب السحايا فهو يعبر بشكل جيد الحاجز الدموي الدماغي. أما الإميبينم فقال أهل العلم أنه لا يعبر بشكل جيد الحاجز الدموي الدماغي لذلك لا يستطب في التهاب السحايا. وقال بعضهم أن الإميبينم يخفض من عتبة الاختلاج فقد يحرض اختلاجا كامنا ويظهره للعلن لذلك لا يصاب إعطائي بالتهابات السحايا أو الانتانات التي قد يشك أو بعض المرضى الذين لديهم تأهب للاختلاج أو يعني يتناولون مضادات اختلاج إلا بحذر. المتوفر عنا هني أول اثنين إميبينم والميروبينم. البقية توفرون غير موجودات بشكل عام. ونحن هاي الصادات منخبيون الحالات الإنترنت الشديدة جدا 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 جدا. يعني إنترنت خطيرة في المشافي وحدات العناية المشددة. مثل البكتريميا سيبسيز إنترنت رئوية شديدة إنترنت دولية شديدة إنترنت هضمية إنترنت بطنية وهكذا. بشكل عام ما لها تأثيرات جانبية كتير يعني خاصة فيها أن النوبات السرعية والاختلاج قد يحرضها الإميبينم. السيفلوسبورينات ننتقل إلى السيفلوسبورينات. هلأ السيفلوسبورينات مثل الروز فليكس مثلا بالصيدليات عم نلاحظ أنه عم ينعطى كتير من قبل بعض الصيدليات كعلاج للقريب والرشح في غير استطباب حقيقي وهذا مشكلة ويعقد من قضية المقاومة الجرثومية وهي مركبات نصف صناعية مشتقة من البيتا لاكتاميز وهي أكثر مقاومة للبيتا لاكتاميز عامة وهي مبيدة للجراثيم وهي بدائل ممتازة للبنسلين عندما يتطلب ذلك علاجا واسع الطيف ويجب أن لا تستعمل كخيار علاجي أولي كما ذكرنا. الجيل الأول والثاني ممكن تكون فموية ممكن تكون غير فموية وهكذا. الثالث فموية وخلالية. الرابع والخامس خلالية حصرا. الجيل الأول نذكر منه على سبيل الذكر هي حقيقة الأمر مثل سيفازولين والسيفالكسين والسيفادروكسيل. الجيل الثاني سيكند جينيريشن مثل سيفروكسيم اللي هو أشهر واحد زبناد سيفاكلور فعال ضد انتانات بولية وتنفسية سيفبروزيل وسيفوكسيتين.
سيفبروزيل فعال جدا ولكن غير المتوفر بشكل كبير. سيفوكسيدين ايضا فعال. هلا الشغلات المي مستخدمه بين الصيادله ما معروفه كثير، اللي هن السيفازولين والسيفادروكسيل، عفوا سيفازولين والسيفلكسين، وايضا السيفاكلور والسيفبروزيل والسيفوكسيتين. اما سيفروكسيم هو زدناد عم يستخدموه كثير، عم تنزل بصير عليه مقاومه. سيفازولين قليل ما حدا يوصفه. الجيل الثالث السيفتراكسون روزفليكس، سيفتراكسون روسيف، سيفتراكسون هذا كثير مستخدم لذلك فعليه مقاومه جرثوميه. حكيم راح صوته. نعم شكرا لكم. ايضا الجيل الثالث منه سيفكسيم الذي ذكرناه، هو فموي سيفدينير. السيفدينير هو الامني، ايضا قوي جدا واستخدامه قليل، يعالج انتانات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي لكن العلوي اقوى، ويعالج انتانات الجهاز البولي والانتانات الجلديه وانتانات النسج الرخوه. نجي على السيفتازيديم. سيفتازيديم اللي هو فورتاسيف فعال جدا ضد السودومونيس. السودومونيس اللي هي الزوائف الزنجاريه الزرقاء، انتانات انتهازيه، عندنا دوايين اساسيات بيعالجوها. سيفتازيديم اللي هو جيل ثالث سيفلوسبورينات، والتازوسين اللي ذكرناه فوق. الجيل الرابع سيفيبيم فعال جدا 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 جدا، واستخدامه تقريبا محصور بالنتروبينيا الشديده جدا وانتانات معانده على العلاج وانتانات المشافي الشديده وانتانات العنايات المشدده. الجيل الخامس اللي هو سيفتو بيبرول، سيفتو بايبرول او بيبرول، هذا يعني غير موجود عندنا حاليا بشكل اساسي شائع يعني، ولا نستخدمه ولا يجب استخدامه، لانه يعني من الأهمية بمكان أنه نعيف صادات للجيل القادم، يعني أبنائنا وأحفادنا، أنه شيء يأثر على الجراثيم، لأن في مقاومة جرثومية هي مشكلة المشاكل عالميا. هلأ طيف التأثير هدول الشغلات كتير لازم نركز عليهم، مع أنه هن ما مركزين من قبل. الجيل الأول عقديات وعنقوديات وهيموفيلس انفلونزا غير مفرزه للبيتا لاكتاميز، والمعويات غير مفرزه للسيفالوسبورينيز مثل الايكولاي والميرابيليا اللي هي بروتيوس ميريباليس او ميريباليس. الجيل الثاني بتصير زياده فعاليه على الجراثيم المعويه وزياده فعاليه على اللاهوائيات مثل السيفامايسين. الجيل الثالث الفموي على سلبيات الجرام وبيخف على اجابه الجرام. يعني لكم شغله، بيجي ولد او مريض عنده التهاب لوزات قيحي، طب شو المسبب الاشعه يا جماعه؟ المسبب الأشعة هو العقديات. طيب بيجي الصيدلي شو بتشكه روسيف عضلي، بيقول له روح راح تحسن. طب الروسيف هو جيل ثالث وفعال بشكل أساسي على السلبيات بعدين الإيجابيات، فغلط. لازم إذا بده يشكه أبره مثلا يعطيه سيفازولين، يعطيه بنسلين جي، والأفضل ما يشكه. نحن ضد الحقن بشكل عام للحالات اللي ما بدها حقن حتى ما تزيد مقاومة جرثومية وتوجع المريض. ليش الحقن إذا عنده تحمل فموي؟ لكن كما ذكرت لكم بالمحاضرة الماضية أنه بعض الثقافات الطبية المتوفرة المتواترة أنه الدكتور ما بيعطي إبر بجوز ما بفهم، وهذا نحن ما بصير نمشي عليه. نحن نعطي يعني الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالاستطباب الفموي فموي، العضلي عضلي، وريدي وريدي. إذا بيقبل المريض خلاص بيمشي حاله على الفموي، لا تعطي عضلي. الجيل الرابع فعالية على سلبيات الجرام وبعض السيدوموناس أو السودوموناس. السيفتو بايبرول هو الجيل الخامس، هذا فعال على السلبيات والإيجابيات المقاومة، ولكن يعني لا يستخدم كثيرا، وإنه لمن الأهمية بمكان عدم استخدامه إلا ضمن استشاري او اختصاصي سبيشاليست بالانتانات، خاصه انتانات معانده والمشافي. في عندنا نقطه من الاولى بتهمنا هي بالحواضن بشكل عام عند الاطفال وعند الكبار. السيفالوسبورينات كلياتها ما بتاثر على الليستيريا وحيط الخليه وعلى المكورات المعويه والعنقوديات المقاومه للاوكسالين والجراثيم داخل الخلويه.
لذلك مثلا الاستيريا، بسأل حضرتكم سؤال، الاستيريا اذا بدك تعالجه انت مين بيعطيني اسم صاد حيوي بيأثر على الاستيريا بشكل جيد؟ امبيسيلين. احسنتم احسنتم، شكرا دكتوره. اذا الزملاء الاعزاء، الحرائق الفارماكولوجيه انه الجيل الاول والجيل الثاني ما بصير تعطيهم التهابات السحايا لاني ما بيعبر حاجز الدم والدماغي البلاد برين بارير، فما بأثر على CSF spinospinal fluid. يتصف الجيل الثالث الفموي بجهازية سيئة أقل من جهازية الجيل الأول، فبالتالي تعطي فموي جيل أول أفضل. الجيل الثالث تعطيه وريدي أو عضلي انتشاره كتير كويس وبيعبر البلاد برين بارير الحاجز الدموي الدماغي. اطراح السيفلوسبورينات عن طريق الكلية عدا سيفترياكسون بينطرح عن طريق الكبد. لذلك الزملاء الأعزاء سيفتراكسون اللي هو روسفليكس ما بنعطيه للطفل الحديث في بلاده بالعام الأغلب، وإنما بنعطيه سيفو تاكسيم اللي هو كلافو أو كلافونين. ليش؟ ليش؟ مشان مشان ما نووي. أحسنتم، لكي لا يزيد نسبة البيليروبين ونسبة الصفار ونسبة حدوث يرقان نووي ونسبة الركودة الصفراوية، لأن إطراحه الصفراوي ما يؤثر سلبا على الوظيفة الكبدية الإطراحية وعلى وظيفة الكبدية الاقترانية للبيليروبين غير مقترن. سيفتراكسون ممكن تعطيه شكة واحدة باليوم عمره نصف فعال، أما سيفوتاكسيم بده ثلاث مرات. استعمالات السريرية حدث ولا حرج، بتاع كله تقريبا. التأثير تعرفوا حضرتكم، تثبيط اصطناع الجدار الجرثومي وهو مبيد قاتل للجراثيم. آليات المقاومة ثلاثة، تخريب إنزيمات السيفلوسبورينيزز مثل البيتالاكتيميسز، نقص الألفة بين السيفلوسبورينات والبروتينات الرابطة للبنسلين بروتين بندك للبنسلين، وتدفق السيفلوسبورين من داخل الجرثوم إلى خارجية، يعني زيادة النفوذية بيطلع لبرا بدل ما يأثر على الجراثيم جوا. تأثيرات غير مرغوبة يعني قليلة كتير ونادرة بشكل عام بالممارسة السريرية، أنه بينقص الفيتامين كي، ممكن نقص تحمل الكحول إذا واحد بيسكر ويشرب أعوذ بالله، يعني سيفوتيتان يعني خلي يأثر عليه من وجهة نظر أخرى. إنتان بالكلوستريديوم ديفيسيل يقول أحدهم أو بعضهم. التهاب كلية وقصور كلوي نادر جدا، خمج إضافي كمان نادر. انزعاج هضمي ممكن يصير إذا واحد مثلا حتى لخبط بالأكل الطبيعي أو أخذ فاست فود. ملاحظات عامة حول السيفلوسبورين، إذا هو تأثير المثبط الجرثومي وقابلية العبور للحاجز الدموي الدماغي تختلف باختلاف الأجيال، باختلاف الطيف التأثيري الجرثومي والمقاومة للإنزيمات. تتناقص فعاليتها المضادة للعقديات من الجيل الأول إلى الثالث، تزداد المضادة للعضويات السلبية من الأول للثالث. يعني الجيل الأول للسيفلوسبورين كتير كويس تستخدمه ضد إيجابيات الجرام، أما الجيل الثالث سيفلوسبورينات كتير كويس تستخدمه ضد سلبيات الجرام. التهاب السحايا ما بصير جرثومي تستعمله، لا تستعمله الجيل الأول والجيل الثاني. الثالث والرابع شغلة كبيرة أنه لازم سبيشاليست هو اللي يستخدمه. أنت بكرة إن شاء الله بس خرج طبيب عام ما توصف هدول الشغلات، خلينا بالأموكسيسيلين وبنسيلين جي. ثم إن شاء الله بعد ذلك عندما تتخصص ويمكن لك أن تنظر نظرة سريرية ثاقبة وتجري سبات دياغنوسيس بعد إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية أن تصف ما تريد أن تصفه كسبيشاليزد دكتور. المونوباكتام أزيترونام هي عبارة عن صادات ذات تأثير والطيف محدود للهوائيات سلبية الجرام. هلأ نحكي على الجلايكوبيبتايد اللي هو بشكل أساسي بهمنا مين؟ الفينكومايسين هذا مستخدم ضد العنقوديات لالتهاب السحايا بشكل عام، بتأثر بإيجابيات الجرام وآليات المقاومة نادرة
والحرائق الدوائية لا يمتص من السبيل الهضمي، يعطى عن طريق الإيش؟ الوريد وليس العضل. طب بسأل الزملاء الأعزاء، هل يمكن استخدام الفينكومايسين عن طريق الفم؟ وإن كان ذلك صحيحاً في أي مرض نستخدمه؟ نستخدمه حالة واحدة لما بيكون عندي الجراثيم الكولستريديوم، التهاب الكولون الغشائي. أحسنتم أحسنتم. لعلاج موضوع. نعم نعم نعم. والتايكوبلانين، التايكوبلانين هو عبارة عن اسمه تارجوسيد أو تارجو. هذا عمل ثورة كويسة لأنه بينعطى عن طريق العضل. نعمل مقارنة صغيرة بين التايكوبلانين والفينكومايسين. فينكومايسين عن طريق الوريد بس يعني بشكل عام، تايكوبلانين وريد وعضل. فينكومايسين تعطيه 4 مرات باليوم، تايكوبلانين تعطيه مرة واحدة بكفي. الفينكومايسين غالبا ما بده جرعة تحميل إلا حديثي ولادي ممكن بده جرعة تحميل. تايكوبلانين بده جرعة تحميل. جرعة الفينكومايسين بالالتهابات العادية أو الشديدة غير الالتهاب الصحي 10 على الكيلو ضرب 4، التهاب الصحي 15 على الكيلو ضرب 4. تايكوبلانين جرعة تحميل مثلا 16 على الكيلو مرة، بعد 24 ساعة ممكن تعطي 8 على الكيلو أو 10 على الكيلو. بينعطى بالعضل، أما الفينكومايسين أنا ما بينعطى بالعضل. هناتون بيشتغلوا على الجلايكوبيبتايد. فعمر نصف التايكوبلانين طويل، مشارك فينا نعطيه حقنة عضلية واحدة كل 24 ساعة، بس هو غالي كتير سعره يعني. الفينكومايسين بنحكي عنه شوي هيك لأنه هو رح تشوفوه كتير. هو بيثبت الصناعة الجدار الجرثومي في موقع مختلف عن البيتا لاكتاميز، يشتغل على البيبتيدو غليكان بولميريز، يرتبط بدقة مع الجزء الطريعي من الجدار الخلوي اسمه دي دي أو دي ألانين أو دي ألانا أو دي ألانايل دي ألانين دي ألانايل دي ألانين، مبيد للجراثيم باستثناء المكورات الرئوية عفوا المعوية الانتروكوكس. المقاومة يؤدي الاستعمال المطول والعشوائي لنشوء مقاومة جرثومية تنتج مقاومة عن تبديل بمواقع ارتباط الدي ألانيل مع الدي ألانين على البيبتيدوغليكان، تستبدل نهاية الدي ألانين بالدي لاكتيت وتناقص الارتباط وبالتالي الفعالية الدوائية الفارماكولوجية. هناك نظرية أخرى تقول أنه يتم إنتاج مركبات خلوية جديدة لا يمكن للفينكومايسين تثبيطها. طيف التأثير شغلة كبيرة على إيجابيات الجرام المكورات عفوا العقوديات المذهبة المقاومة للميتسلين والمارسا، وسلبية المخثريز اللي هو كيو أكوليريز والعقديات الرئوية متضمنة البي آر اس بي والعقديات الخضراء والمخدرة والمخضرة، هي بتجي بشغاف القلب اندوكاردايتس وجروب ستريبتوكوكس. وأيضا يؤثر على بعض الليستيريا باسيلس ليستيريا، ولكن أمبيسلين فعال قد يكون أكثر. وأيضا يؤثر على المستخفيات الكورين باكتريوم والأكتينومايكوسيز وكلوستريديوم سبورادس وإنكلودينج كلوستريديوم ديفيشيل أو ديفيسيل بيبتيدو أو بيبتوكوكس والبيبتو ستريبتوكوكس. قال أهل العلم في الطب الصيدلاني أن الفينكومايسين لا يملك فعالية ضد سلبية جرام الهوائية واللاهوائية. استعمالاته في الانتانات الشديدة الناجمة عن العقديات المذهبة المقاومة للميثيسيلين مثل باكتريميا، نمونيا، بيريتونايتس واندوكاردايتس والتهاب الجلد، سكين تيشو انفكشن، سوفت تيشو وأوستيومايلايتس التهاب النقي والعظم. انتانات ايجابيات الجرام الخطره عند المرضى المتحسسين، انتانات الناجمه عن عوامل المقاومه. وايضا حقيقه الامر هناك كما ذكرنا ان الاندوكاردايتس التهاب الشغاف يستخدم بشكل كبير ولو فعاليه. تاثيرات غير المرغوبه في دول متقدمه يقومون بقياس المستوى المصري للفينكومايسين خاصه عند مرضى القصور الكلوي، سميته قد تكون أذنية سمعية، وقد يحدث أذية كلوية وبكميات كبيرة وعدم حسابات الجرعة الدوائية. الاختلاطات الجلدية طفح. في شغلة هنا من أولى اسمها ريد بيبي سيندروم أو ريد مان سيندروم، أنه أنت ما بصير تسرب الفينكومايسين
بأقل من ساعة، لازم تسربه خلال ساعة ساعتين ثلاثة أقل شيء. إذا صار سربته خلال نص ساعة مثل ما بصير بعض المشافي، فبصير لون أحمر كتير بضهج المريض فلاشينج، فبصير عنده مثل أنه يعني بيحمر كتير، فبصير متلازمة الرجل الأحمر. إذا صار هيك بتعطيه لارفين تحت الجلد أو أنتي هستامين بشكل عام. غالبا بتصير حمى واحمرار وحكة وحمامة وطفح على الوجه وأعلى الصدر. ننتقل لجماعة الأمينو جلايكوزيد اللي هي شغلتين أساسيات نحن بنشتغل عليهم، الأميكاسين والجنتامايسين. كتير فعالة ضد الانتانات البولية، أسبابهم الأساسي انتانات بولية وجراثيم سلبية الجرام مقاومة على السيفلوسبورينات. وفي عنا كمان السيربتومايسين المستخدم بالحمى المالطية والسل، هذا بشكل أساسي. والتوبرامايسين في منه قطرات عينية، وأيضا يستخدم به عند مرضى الداء الليفي الكيسي. هدول الأساسيات، أما الباقيات مو شائعات ونحن ما عنا إياهن وما عم نستخدمهن. طيف التأثير الجرثومي فعالة بشكل أساسي على سلبيات الجرام، يعني العنقوديات الحساسة للأوكسسيلين مكورات سلبيات الجرام والليستيريا، فالليستيريا فعال عليها، لكن غير فعالة على إيجابيات الجرام، عقديات، مكورات عقدية، رئوية، لهوائيات، داخل خلوية. الداخل خلوية بأثر عليها مين؟ الأزيتروميسين أيتيبيكال. والعنقوديات المقاومة للأوكسسيلين كمان هو غير فعال لهذا الجنتامايسين. إذن الأمينوزيدات مقاومة طبيعية، المكورات العقدية والمعوية ما بتأثر عليها هي الدواء، يعني جنتا وأميكا ما بيأثر عليهم. فممكن نشارك مع بيتا لاكتاميت بتأثير تآزري تساندي اسمه سينرجيزم إفكت. سينرجيزم إفكت إذن انتانات المشافي اسمه نوزوكاميل، وممكن لتوسيع الطيف نشارك مع بيتا لاكتاميز. الاستخدامات مثل ما قلت لكم، انتانات طرق بولية، علوية سفلية، جراثيم رئوية سفلية، انتانات مشافي، التهاب بريتوان، التهاب شغف، التهاب صحايا بالليستيريا، التهاب بروستات. آلية التأثير تثبيط اصطناع البروتينات بالتثبت على ريبوزومات ما تحت الوحدة S50. ريبوزومات هي الرباسة التي تصنع بروتين. مبيد معتمد على التركيز تأثيرها. تستعمل بشكل عام مشتركة أو مشاركة مع مركبات البيتا لاكتام بتأثير انتأزولي أو كينولونات المفلورة، فلوروكينولونات. الحرائق الدوائية حقنة واحدة باليوم عضلي أو وريدي، هذا الأميكاسين. الجنتا بده مرتين تقريبا، ممكن مرة بعض الحالات، لكن على الأغلب الأميكا كافي مرة واحدة. النيومايسين هو عبارة عن مرهم أو تأثير موضعي أو كريم. الانسمام الكلوي عكوس عادة إذا أعطيت الجنتا أو الأميكا. التسمم السمعي 25% إصابة دهليزية للأذن الباطنة على مستوى القوقعة، وتحدث إثر استعمال مقادير كبيرة لفترة طويلة نتيجة استعمال مسبق. والنيتلمايسين هو أقلها سمية. الجدير بالذكر أن الإصابة الدهليزية عكوسة، بينما الإصابة القوقعية غير عكوسة. هام جدا خطر الانسمام السمعي عند الجنين نتيجة عبور الدواء عبر المشيمة، لذلك كونترا انديكيشن عند البريغنانت وومن. الحوادث الإرجائية قليل نادر. في شيء اسمه حصار قنوات الكالسيوم، وهو حصار للوحة العصبية العضلية المحركة، هذا تأثير سام عضلي عصبي نادر. الماكروليدات بيهمنا الأزيتروميسين والكلاريثروميسين، إريثروميسين وسبايراميسين. شو بتشتغل؟ بتشتغل على يعني تحت الوحدة 50S، ومعظم أفراده يثبت السيتوكروم بي 450 في الكبد، مما يعلل كثرة التداخلات الدوائية. التأثيرات على الإيجابيات الجرام مكورات عدا العنقوديات المقاومة للأوكسسيلين، يؤثر على المستدميات النزلية هيمافيلس إنفلونزا والمفطورات الرئوية والملتوية البوابية هليكوباكتر بيلوري والتوكسوبلازموزس وهي المقوسات القندية. الحرائق الدوائية، مريض عم بتحسس على سيفولوسبورين على بنسلين تعطيه أزيتروميسين بمشي حاله. خيار أول بالإنترنت التنفسية السفلية بالمفطورات الرئوية ليجونيلا كلاميديا ميكوبلازما، وهي اسمها الأيتيبيكال نمانيا، ذات رئة لا نموذجية، ذات رئة لا نموذجية بتعطي أزيتروميسين أو كلاريثروميسين أو إريثروميسين. طبعا من خبية ما بنعطيه كعلاج أول بهي الإنترنت. التوكسوبلازموزس ممكن نستخدم سبايراميسين. كلاريثروميسين يقضي على الهيليكوباكتر بالوري، كما يعالج التهاب الجيوب المزمن والحاد وإنتانات اللوزتين والأذن الوسطى والبلعوم الحاد والتسهيل الخلفي والتهاب الغدانيات وذات الرئة والقصبات
وبعض الانتانات الهضمية وخاصة في هيليكوباكت بالري. ننتقل إلى طيف آخر وهي كليندامايسين واللينكومايسين. لينكومايسين كليندامايسين يعني لينكومايسين لينكو، أكيد سمعين حضرتكم بإبر لينكو، بلتهبلوا ذاته للمريض بروح الصيدلي بتشكوا لينكومايسين. فهي اللينكوزانايدز أو لينكوسانايدز، يعني طيف التأثير هو يكون على العقديات والعنقوديات الحساسة للأوكساسيلين وأيضا للهوائيات. في عندنا طيف آخر دوائي مشابه للمكروليدات مثل بعض الأدوية مثل سينرجستينز. سينرجستينز مثل إيش؟ الدالفوبريستين والكيونوبريستين وأيضا البريستينامايسين، وهي لا تستخدم عندنا حقيقة الأمر لأنها في الأعم الأغلب غير متوفرة. الكيتو لايدز اللي هي بعض مركبات الدوائية مثل الأزيتروميسين، يعني التيليثريمايسين، تثبيط اصطناعات الرباسة تحت الوحدة 50S، انتقال المقام الجرثومية يتم عن طريق نقل موتيشن صبغية أو بلازميد، وتعطى عن طريق الفم أو عن طريق الحقن مثل اللانكومايسين. التهاب كبد حاد أو التهاب كبد حال الخلايا أحد التأثيرات الجانبية النادرة جدا. لكن قال أهل العلم الدوائي أنه ممكن استعمالها عند الحوامل لأنها آمنة عندهم حسب آخر الدراسات. الكيتولايدز مثل التيليثروميسين، حقيقة الأمر لا يوجد هذا الدواء لدينا، أو على الأقل لا يستخدم بشكل شائع. ننتقل إلى فلوروكينولونات مثل ناريديكسيك أسيد اللي استخدامه جدا محدود، الجيل الأول. الجيل الثاني مثل السيبروفلوكساسين وأفلوكساسين ونورفلوكساسين وبيفلوكساسين، وحقيقة الجيل الثالث مفلورة مثل ليفوفلوكساسين. أما الموكسيفلوكساسين فهو جيل رابع في بعض الدراسات. انزيم الدي ان اي جيراز يتم تثبيطه عن طريق هذه الادويه الفلوروكينولونات، يعني هي تثبط اصطناع الدي ان اي الوراثي، وهي ذات تاثير مبيد معتمد على التركيز للعصيات سلبيه الجرام وعلى الزمن للمكورات ايجابيه الجرام. طيف التأثير والاستعمالات السريرية بشكل عام يعني هيك كشغلها السريع، انتانات الجهاز البولي، انتانات الجهاز العظمي، انتانات طبعا البروستات والجهاز البولي، انتان الدم والسحايا والحمى التيفية. ما بصير نعطيها بالحمل مثل ما قلنا. وهلا في حكي انه يمكن استخدام السيبروفلوكساسين من عمر السنه وفوق، ويمكن استخدام الليفوفلوكساسين من عمر 6 شهور فوق. قبل ما كانوا يستخدمون تحت عمر 16 سنه لتاثيرها على العظام والمفاصل واحداثها لتاثيرات سلبيه فيما يتعلق بنمو العظام طولا، لكن تبين لاحقا انها في ضمن الدراسات المنتشره لا تسبب هذا التأثير الجانبي غير المرغوب. الزملاء الأعزاء، ننتقل أيضا ونقول إلى فقرة جديدة وهي الباكتريم. الباكتريم هو كوتري ماكسازول، هو ترايميثوبريم مع سلفاميثوكسازول، وهو دوائين مع بعضهم. السلفاميد يثبط الصناعة الجرثومي لحمض الفوليك وهو ذو تأثير مثبط لنمو الجرثوم. الترايميثوبريم يعمل ويحسن فعالية السلفاميد ويحدث تأثيرا مديدا، يؤثر على الاستريا والمعويات والعنقوديات الحساسة للأوكساسيلين ومضادات
مضادات الطفيليات. حكيم صح صوتك. نعم شكرا لكم. طيف التأثير كنا ذكرنا طيف التأثير أنها تقاومه اللاهوائيات، مشان هيك يعرف العلاج الكويس للاهوائيات. فينا نعطيه عن طريق الفم. هلا بشغله اولى، يعني هون يعني اول شيء تحت عمر الشهرين ما بصير نعطي الباكتريم. اثنين، الباكتريم من العوامل المؤكسده، اذا طفل عنده فوال او عوز جي 6 بي دي يعني ما بصير تعطيه. ثلاثه، هو فعال جدا. شوف معناه بيعالج انتانات الفروه، انتانات الجلد، وانتانات الاذن الوسطى، وانتانات اللوزتين، والجيوب، والغدانيات، والحنجرة، والقصبات، والرغامة، وذات الرئة، وذات الرئة والقصبات، وإنتانات البطن وداخل البطن، وإنتانات الحجاب الحاجز، وإنتانات خلف البريتوان، وإنتانات البولية، وإنتانات الجلدية. شغلة كبيرة، حتى أنه يعالج السعال الديكي، ويعالج الإنتان بالكلاميديا، ويعالج الزحار العصوي. شغلة كبيرة الباكتريم. التأثيرات غير المرغوبة، يعني حكيت لكم الشيء الأساسي، ممكن يعمل نقص بالمحببات وفي نقر دم كبير كريات، ممكن يعمل كمان نقص بالصفيحات الدموية وانحلال كبدي، ممكن يصير قولنج كلوي نتيجة ترسب السلفاميدات في البول. بالحمل ما بصير تعطيه طبعا، ممكن يعمل مشاكل. بالبورفيريا ما بصير تعطيه. إذا مريض الفوال ما بتعطي فلوروكينولونات ولا باكتريم. ننتقل إلى سبعة وهو السايكلينز. مركبات هي تتراسايكلين، دوكسيسايكلين. الدوكسيسايكلين نعطيه للأطفال والكبار، التتراسايكلين للكبار بس فوق 8 سنين. آلية العمل تثبيط اصطناع البروتين الجرثومي بالتثبت على ما تحت الوحدة الريباسية الريبوزيمية 30S، وهو مثبط لنمو الجرثوم ويتبيد الجراثيم بتأثير معتمد على التركيز. تأثيرها واسع، جراثيم داخل الخلية عدا الليجونيلا داء الرابطة، وتؤثر البوريليا والأميبيا، وتنتقل المقاومة بوساطة البلازميد، وتتضمن آلية العبور الخلية وتعطيل الإنزيمي. التحذيرات ومضادات الاستعمال. عن طريق الفم تؤخذ في سياق الوجبة، وقال بعضهم تؤخذ مع كأس ماء كبير، قال بعضهم تأخذ عن طريق وقوف عشان ما تعصب المري، تعمل التهاب مري. إذا أعطيتها مع مضادات الحموضة والكالسيوم فإن التأثير أو الامتصاصي المعوي يتناقص، ولا يجوز استخدامها مثل ما أنها تحت عمر 3 سنين، تحت عمر 8 سنين. في شغلة بحب أقولها كمان بالنسبة لليفوفلوكساسين والسيبروفلوكساسين والدوكسيسايكلين، يفضل انه تاخذ الجرعه المساء، او المريض لما ياخذها ما يطلع على الشمس، لانه بتعمل حساسيه ضيائيه. قال بعضهم انها التشوهات العظميه والتصبغات البنيه غير عكوسه الاسنان في طور النمو قد تحدث، لذلك يمنع استخدامها عند الحوامل والاطفال دون عمر 8 سنين. الانتشار الفارماكولوجي ممتاز، بس قلنا ما بتجي لسائل دماغ الشوكي. الريكتيسيا، حمى الجبال الصخرية المبقعة، الحمى المالطية، الكوليرا، انتانات المجاري البولية، أمراض الحوض الالتهابية، وانتانات الفموية والENT تكون فعالة. لكن حب الشباب أيضا يكونوا فعالا، مثل في منهم مستحضرات يعني موضعية، وممكن ايضا مستحضرات فمويه. الاميدازول مثل الميترونيدازول تؤثر على الاوالي الطفيليات، تثبيط اصطناع الحموضه النوويه، مبيد للجرثوم معتمد على التركيز، يؤثر على اللاهوائيات ما عدا الاكتينومايسين والجراثيم من البروبيونيه. الاوالي والاميبيا، الحرائق الفارماكولوجيه، توافر حيوي ممتاز مع انتشار جيد ما عدا او مع سائل دماغ الشوكي.
إذن تعبر السائل الدماغي الشوكي مركبات الإيميدازول وخاصة الميترونيدازول الفلاجيل يعني. طبعا عندي ملاحظة هنا، يكون طفل مسهل أو حدا مسهل بروح على الصيدلي بيقول له خذ لك فلاجيل مشان السهل، وهذا لا يجوز، لأن الفلاجيل مو دواء للسهالات، هو دواء صاد حيوي للهوائيات، ويستخدمه أطباء الأسنان بالتشارك مع سبايراميسين. سبايراميسين فورت يعني مترونيدازول مع سبايراميسين. ننتقل إلى 9 وهو فوسفوميسين، وهو يثبط اصطناع الجدار الجرثومي، وهو معتمد على آلة التركيز للعصيات السلبيات الجرام، وكذلك يؤثر على على العنقوديات الحساسة للأوكسالسيلين وأحيانا المقاومة. يستعمل فقط بالطرق الخلالية بمشاركة مع مضادات حيوية كالفينكومايسين، يطرح في البول بشكل فعال. ننتقل إلى ريفامايسين مثل ريفامبيسين وريفابيوتين. حصر انتساخ الـ DNA بالارتباط مع الرنال بوليميريز هو من أحد أهم آليات التأثير المكتشفة، وهو مبيد جرثومي معتمد على زمن التأثير، وهو واسع الطيف ضد مكورات إيجابية جرام وسلبية جرام والعناصر داخل الخلوية مثل المتفطرات الليجونيلا البروسيلا والمستدميات النزلية وحيويته، وانتشاره فعال واستقلابه كبدي وإطراحه صفراوي. ممكن أنه ما نستخدمه بأكيد فرط التحسس والحمل وقصور الكبد وانسداد كامل الطرق الصفراوية والأطفال أقل من شهر والبورفيريا. الانسمام الكبدي وفرط التحسس وتلون البول والدمع بلون أحمر برتقالي هما التأثيرات الجانبية. المشاركة إجبارية من وذلك للحد من المقاومة الجرثومية والطفرات. ننتقل إلى كلورامفينيكول. كلورامفينيكول بشكل عام ما عم استخدمه، هو بيثبت تحت الوحدة 50S، شغلته كبيرة للإنتانات المقاومة للجراثيم، لكن حد من استخدامه لأنه يسبب تثبيط نقي عظم بشكل عام. يثبط اصطناع البروتينات الريبوزومية للمتقدرات، كما يثبط اصطناع البروتينات الكريات الحمراء، مثبط لنمو الجراثيم. واسع الطيف، استعمالاته محدودة، فعال ضد سلبيات الجرام، مكورات إيجابية، تتطور المقاومة باصطناع انزيمات الأسيتايل ترانسفيريز أو نقص النفوذية للبلازميد أو عن طريق الموتيشن الصبغية. فموي أو حقن، امتصاص الهضمي جيد. الحمى التيفية، السلمونيلا على رأس استطباباته، ويعطى كذلك في التهاب السحايا بالهيمافلس إنفلونزا مع انتانات الريكتيسي والبروسيلا. أنه ممكن يعمل فقر دم، نقص في الكريات البيضاء والصفيحات، فقر دم أبلاستيك أنيميا لا مصنع. ممكن يعمل تنادر الطفل الرمادي عند الجنين، والتداخلات الدوائية نجمع عن تثبيت جملة السيتوكروم بي 450. ما هو تنادر الطفل الرمادي؟ الزملاء الأعزاء، قد يظهر هذا التأثير السمي لدى حديثي الولادة الخدج المعرضين لجرعات كبيرة من كلورامفينيكول. يحدث هذا التأثير نتيجة الاستقلاب والخلل باستقلابه بسبب إعطائه بجرعات كبيرة دون تعديل الجرعة بما يناسب استقلاب الخدج. وللأسف تنادر الطفل الرمادي 40% could cause death، الوفاة. ننتقل إلى المضادات الحيوية المضادة للعنقوديات. مثل ما أن أنه في عنا العنقوديات هي عبارة عن حساسة للأوكسالسيلين وغير حساسة، الحساسة sensitive وغير الحساسة R resistant. تنتج 95% من سلالات العنقوديات أو تنتج البنسلينيز التي تقوم بتعطيل البنسلين A أو A والV والG. المضادات الحيوية التالية مقاومة للبنسلينيز M هي الإيميبينيم وكلافولينيك أسيد وسيفالوسبارين والإيميبينيم وفلوروكينولونات والباكتريم أو هو كوتريماكسازول. لقد طورت العنقوديات طريقة أخرى للمقاومة بتعديل الهدف PLP، وهذا يؤثر على مجموعة البيتالاكتامين بكاملها بالإضافة إلى كلافولينيك أسيد. الخيار الأول للعنقوديات الحساسة الأوكسالسيلين هي أوكسالسيلين، أما الأموكسالسيلين غير فعال في 95% of the cases إلا عند مشاركته مع البيتالاكتاميز. العنقوديات المقاومة
R هي على الأغلب حساسة لجلايكوبيبتايدز يعني الفينكومايسين، والتي تشرك غالبا مع فوسفومايسين أو فوسيديك أسيد أو ريبامايسين. تعالج العنقودية المقاومة للأوكسالين ريسيستنت R بالفينكومايسين لوحده أو مع مضاد حيوي آخر، بينما تكون جميع البيتا لاكتامينات غير فعالة. نحكي شوي على المضادات الحيوية الحديثة، وهي مجموعة الدالفوبريستين والكوينوبريستين، هي تتبع لمجموعة ستريبتوغرامينيز، وهي مضادات حيوية نصف صنعية. يتناول طيف تأثيرها الجراثيم إيجابيات الجرام متعددة المقاومة كستافيلوكوكس أوريوس والنيموكوكس تريبتوكوكس وأيضا المقيحة. والمستدنيات النزلية والمفطورات الرئوية والكلاميديا والليجونيلا وبعض من ذراري اللهوائيات. آلية التأثير هي تثبيت اصطناعي البروتينات للجرثوم بالتثبت على ما تحت الوحدة الريبوزومية 50S، وتبيد جراثيم وتتصف بتأثير ما بعد الصادات. استعمالات السريرية: انتانات مشافي، انتانات عناية مشددة، انتانات جلد أنسجة رخوة خطيرة، انتانات المضعفين ومثبطين مناعيا، انتانات بجراثيم معوية، وتعطى حقنا وريديا في الأعم الأغلب. هناك مجموعة أخرى هي مجموعة السايكليك لايبوبيبتيديز، أو هي الدابتومايسين، وهي مجموعة جديدة تفيد في المقاومة الجرثومية على الفينكومايسين. الزملاء الأعزاء، الفينكومايسين صاد حيوي عملاق بكل ما تعني الكلمة من معنى، يستخدم في علاج التهاب السحايا الجرثومي وانتانات الجراثيم الشديدة الخطيرة، وخاصة ذوات الرئة المقاومة على العلاج والموجودة في وحدات العناية المشددة أو انتانات مكتسبة في المشافي. لكن وإن حدث وتغلبت بعض المجموعات الجرثومي على هذا العملاق الكبير دوائيا، فإنه يمكن استخدام الدابتومايسين. الدابتومايسين مبيد للجراثيم، يستعمل بالطرق الخلالية، وينتمي لمجموعة السايكليك لايبوبيبتيديز أو لايبوبيبتيدز، وهو يثبط اصطناع الحمض النووي والبروتينات الجرثومية، ويتميز بأنه كيلر للجراثيم المتعلقة بالتركيز. استعمالاته كما ذكرنا شغلة كبيرة لأنتانات الدم بالمارسا والمسا وستافيلوكوكس أوريوس والإندوكارديتس، التهاب شغاف القلب الجرثومي المعند للعلاج. وريديا فقط، عمر النصف 8-9 ساعات، يطرح في البول والبراز بالبرايمري يعني شيب بالشكل الأولي. تأثيرات جانبية تقريبا ما في، يعني لم تكتشف ربما. ننتقل إلى مجموعة جديدة، أيضا هذه المجموعة تستخدم في حال المقاومة للفينكومايسين، وهي لينوزيلايد تيديزيلايد، وهي مجموعة الأوكسا زوليدينوز مثل لينوزيلايد زيفوكس اسمه التجاري، الهام جدا، أول دواء في مجموعة الكزيلودينوز، حصل على ترخيص الـ FDA في 2000 من أبريل، وطيف تأثيره ضد إجابة جرام مقاومة، يؤثر على الجراثيم داخل الخلوية، مفطورات الرئوية والكلاميديا، وبطريقه بعدي على ليجونيلا، ولكنه لا يؤثر على سلبية الجرام. طبعا في شغلة أنه في منه فموي قال بعض أهل العلم. يثبت اصطناع البروتين الجرثومي 50S، وهو موقف لنمو الجراثيم وقاتل لبعض الجراثيم. يمتص بشكل شبه فموي لشكل شبه كامل إعطاء الفموي، وانتشاره جيد في مختلف الأنسجة. على كلمة انتشار في مختلف الأنسجة، نرجع شوي على الماكروليدات: الأزيثروميسين والإريثروميسين والكلاريثروميسين. الانتشار النسيجي الأفضل هو غالبا للأزيثروميسين. نعود إلى لينوزيلايد ونقول أنه يمكنه عبور الـ BBB Blood Brain Barrier، ويعطى فمويا أو وريديا. ممكن يعمل نقص صفيحات ويثبط المونو أسيدو مونو أمينو أكسيديز بشكل عكوس للمرضى للاضطرابات النفسية. ننتقل إلى مجموعة دوائية جديدة اسمها التيغاسيل أو تيغاسايكلين، تثبت تحت الوحدة الريبوزومية S30، وتعالج انتانات الجلد المعقدة المحدثة بالجراثيم مشتبهة بالمارسا، وأيضا المكورات البرازية العقدية انتروكوكس فيشياليس الحساسة للفينكومايسين، وبالتالي انتانات داخل البطن الشديدة المعقدة، يستخدم هذا الدواء
عمره النصف أكثر من يوم، 27 ساعة بعد الجرعة الأولى و42 ساعة بعد الجرعات المتعددة، مرة واحدة بكفي باليوم أو يوم ونص، ويستقلب في الكبد ويطرح في البراز والبول، وليس هناك حاجة لتعديل الجرعة في حال وجود قصور كلية. ليش؟ لأنه يطرح عن طريق البراز. أثرات جانبية غير مرغوبة تقريبا ما في. مراجعة سريعة، هذا الجدول إذا حبيتوا تطلعوا عليه، شو هو تأثير الدواء، وبعتمد على الزمن ومعتمد على التركيز، وأين يستقلب وكيف يستقلب وما هي استخدامات الشائعة وهكذا. ننتقل إلى بعض المشاركات. أهم مشاركة هو دواء الأوغمانتين أموكسيسيلين وكلافينيك أسيد. يستخدم الكينولونات في معظم الحالات المشاركة مع زمر أخرى. الفوسفومايسين معرفة بسين مشان ما يصير إيش؟ مقاومة جرثومية معتمدة على حدوث الموتيشن الطفرة. بعض التأثيرات الجانبية شغلة ممكن نطلع عليها بهذا الجدول. إذن بهذا الجدول مثبطات الصناعة الجرثومي بكتيريا سين بوليماكسين فوسفومايسين جيك وبيبتايد هي الفيكومايسين تيليفاكنين وتيكوبلانين وريتيفاكين بنسلينين والبيتلاكتاميز. هذول مراجعة، جدول مراجعة يمكنكم الاطلاع عليه عندما تنهون بحثكم ودراستكم المستفيضة المتأنية للصادات الحيوية. بنصحكم الزملاء الأعزاء درسوا الصادات الحيوية بشكل كتير كويس، تمعنوا بها وتبحروا وغوصوا في أرجائها، لأنها تفيدكم بإذن الله سبحانه وتعالى في كل حياتكم السريرية القادمة، لأنه من العلم بمكان ومن الخبرة بأمكنة ومن الأهمية بأزمنة وأمكنة أن تكون طبيبا بارعا في وصف الصادات الحيوية. ممكن أنت تروح على مريض مثلا استشيروك، مثلا مريض عم ياخذ، خلينا نقول مثلا مثل مريض مسهل 10 15 مره بالنهار، اعطيته انت شكيت بانتاج جرثومي بالشيجل مثلا. نعم شكيت انت، صوت واضح زملاء؟ الزملاء الاعزاء الصوت واضح؟ نعم حكيم الصوت واضح، شكر الله لكم. شكيت انت بانتان سلبيات الجرام، فاعطيته انت روسفليكس جرعه 50 على الكيلو فبزيد السهال، ولكن من الحكمه انه ما تعطي روسفليكس او تعطي جرعه صغيره 25 على الكيلو بدل ما تعطي 50 على الكيلو. ومن الحكمه انه كان في انتان جرثومي موجود توقف الروسفليكس، ان مسوي سهالات كتاثير جانبي تعطي جنتامايسين مثلا. شوف الطفل في عنده او مريض في عنده تثبيط لنقي العظم، انت بتعطي فينكومايسين، وقف الفينكومايسين اعطيه مثلا تارجو، اعطيه مثلا تازوسين، أعطيه مثلا ميروبينيم وهكذا. لذلك يجب الدراسة المستفيضة للتأثيرات الجانبية الشائعة والمشاركات الدوائية الأكثر أهمية. تفضل إذا في سؤال دكتور. تفضل دكتور. دكتورة تفضلوا. هلا فيكم. هلا بالنسبه لهاي المحاضره الله يجزيك الخير تكون كويسه، بس بالنسبه لبقيه المحاضرات اللي ضلوا راح نتابع فيهم انه ممكن منها القسم، يعني في هاي المحاضره امتحاننا بدايه الشهر الجاي وعندنا فحص عملي هالاسبوع، يعني ضغطنا كثير كثير وما ضل عندنا مجال ابدا. يعني لا يمكنكم أن تأخذوا المزيد من المحاضرات؟ والله يا دكتور ما ضل عنا مجال. هلأ هني سامحين لآخر الشهر نأخذ محاضرات نظري، بس مثل المدرات نحن أخذناهم من المعضل القلبي، وحتى ذكروا الدكتور بقصور القلب، يعني مفهومي بالنسبة لنا. نعم نعم. وحتى القسم الثاني للدكتور محمود لسه ما خلصنا، أخذنا كم محاضرة بس، يعني لسه في عنه وقت كثير، وقت قليل عفوا. نعم نعم، هكذا يكون الطبيب وطالب الطب، وتعودوا أن حياتكم هي كلها انشغال بانشغال، وتقصرون بالواجبات الاجتماعية مثلي يعني، وأيضا تقصرون بحياتكم يعني الاجتماعية. كنت طبيب هو كل حياته تطفيق.